Okay, everybody. محاضرة الأخيرة النهاردة بقى. كله يقعد. عندنا النهاردة بقى هننتقل المحاضرة الرابعة والأخيرة دلوقتي اللي هي على موضوع الـ probability and statistics. احنا مشينا من الـ scientific method على الـ basis of measurement، من basis of measurement على الـ index building an index، وبعد كده اتكلمنا في الـ correlation والـ causality، ودلوقتي هنخش على الـ probability and statistics. طبعا ده يعني جزء اساسي من كل حاجه، بس هي الحقيقه موضوع ظريف جدا، لان في حاجات كاونتر انتويتيف وفي شخصيات جباره جدا الواحد هيقابلها في هذا الموضوع. هنبتدي الاول عن البروبابيليتيز. تذكروا ان احنا قلنا في الاول ان احنا لو بقيس حته الخشب دي وبمسطره مش هقعد اقيسها 100 مره واخد المتوسط بتاعت ال 100 قياس دول، انما لو عندي راندوم ايفنتس هدور على اني اقيس كل مره واخد متوسطات او statistics، لانه دي النيتشر اوف ذا ايرور اللي موجوده فيها due to a randomness او chance. وده الحقيقه اساس العمليه كلها. وراندوم ايفنتس مش هنتكلم على النون اندبندنت ايفنتس، هنفترض ان فعلا ان ما حدش يقول لي مثلا طب لو رميت الزهر ثلاث مرات ورا بعض وطلع كله 6-6 يبقى معناته ايه؟ من واحد يقول لي ان الدايس مغشوش يعني، بس لا مش ده مش ده القياس. احنا بنتكلم على اساس افتراضات ان الحاجات اللي هنتكلم فيها في البروبابيليتي ما فيهاش غش، والاستاتستكس اللي هي هنتعامل معاها ده في فرع على فكره اسمه البيزيان ستاتستكس، وده موضوع تاني خالص مش هنتكلم فيه البيزيان ستاتستكس، خلينا نتكلم في اللي احنا فيه دلوقتي. فعامة في السوشيال ستاديز، السوشيال ستاديز بصورة عامة ريكواير ستاتستيكال بروبابيليستيك تريتمنت، وده لذلك البروبابيليتيز مهمة ان الواحد يعرفها. وهنرجع تاني نشوف الكيرف اياه اللي اتكلمنا فيه وحاجات تانية كتير. هنا في الستاتستكس المالتيبل ميجرمنتس اند تكنيكس ار ريكوايرد، يعني كل ما هتعامل مع فرد واحد منكم ده انديفيديوال، ما اقدرش اقول ان هذا الانديفيديوال بالضروره يمثل كل الاراء اللي موجوده في المجموعه اللي قدامي. Can't guarantee that. Therefore you need to be ان الواحد يفكر يا اما انا هيسالكم كل واحد فيكم وبعدين ناخد ديستريبيوشن بتاعت الاجابات دي كلها، او ان احنا هناخد سامبل من المجموعه اللي بنتكلم فيها. سامبل سيرفيز هنتكلم فيه بكره، انما النهارده عايز اتكلم على البروبابيليتي. Probability became a science زي ما قلت في 17th century، وهي مبنيه بناها واحد شخص فذ جدا لازم نتكلم عنه اسمه بلاز باسكال. باسكال ده كان هايبر جينيوس يعني على جميع المعايير. ولد 1623، وبعدين امه منعت منه الكتب لانه كان بان عليه ان هو هيطلع فذ جدا، وقالت الجينيوسز دول كلهم تعساء وبيعيشوا حياه تعيسه جدا وبتاع، وانا عايزاه يعيش حياه عاديه وسعيده وبتاع، ف بلاش حكاية الدراسة دي والكلام ده. إنما طبعا he couldn't be stopped. فعمره 5 سنين he rediscovered لوحده a very large part of Euclidean geometry. فأمه بقى سلمت وقالت خلاص بقى خلوه يقرا بقى، مفيش فايدة مش فايدة فيه. وإنما عشان إن الأمهات برضو لهم نظر، هو فعلا عاش حياة تعيسة جدا ومات صغير عمره 37 سنة ومريض ما خلفش ولا حاجه خالص. ما علينا. لما وصل عمره 16 سنه كتب
أهم رسالة في الكونيك سيكشنز من أيام أبولونيوس أوف بيرجا، يعني من 1500 سنة، من مكتبة الإسكندرية القديمة، لدرجة إن ديكارت العظيم، ديكارت يعني من الشخصيات، مش هقول لكم ديكارت اللي بالنسبة لأي واحد في الهندسة، طارق الهندسة الوظيفية، كارتيزيان كوردينتس الإكس والواي في كل حاجة، وده بين بارنتسيز يعني عشان تبقى عارفين قد ايه زي حكايه التفاحه ونيوتن، كام واحد شافوا التفاحه تقع وما فكروش زي نيوتن، ما طلعوش قانون الجاذبيه. ديكارت كان قاعد كده بيبص، نايم في السرير ويبص على السقف، وشاف بقعه في السقف، وقعد قال ان البقعه دي ممكن لو عملت اسقاط عليها كده وكده اقدر احدد مكانها بدقه جدا، يبقى على اي تو اكسيز اقدر الاقي. فبدا اناليتيكال جيومتري كلها اخترعت من هذا. فكم واحد شاف بقع في السقف وما ما اكتشفش ولا كارتيزيان كوردينتس ولا بتاع. فهذا الديكارت نفسه هو اللي قال ان مش ممكن يبقى فيه جينيوس زي باسكال يبقى قادر انه هذا الديكارت اللي قال على ان مش ممكن واحد عمره 16 سنه يكتب رساله زي دي، فكان مش مصدق ان هو اللي كتب هذه الرساله. ديكارت برضه طلع أول مكنة حاسبة، آلة حاسبة، باسكالين، موجودة في المتحف في فرنسا، واستابلشت الرولز اوف هيدروليكس، وحل البروبلم بتاع تورشيلي، وعمل حاجات كتير قوي يعني. ومنها بقى لعبقريته الفذة إنه ده باسكال نفسه، هو جه بعد كده وعمره حاجة 20 سنة، مرض جدا، فكرة دخل أكاديمية العلوم عمره 19 سنة، وبعدين مرض جدا وابتعد عن الحياة العلمية في 15 سنة الأخيرة من حياته، وراح في دير وقعد يكتب كتابات فلسفية ودينية وأدبية، ودي برضو أصبحت بيست سيلر في حاجات كثيرة جدا. فباسكال قبل ما يخش الدير جاله واحد صديقه وقال له ما دام أنت فالح كده وشاطر كده قول لنا إزاي نكسب في القمار. أو كما دي يعني قصة تانية بتقول إن واحد سأله هل ممكن الواحد يعرف إيه الأودز بتاعت أي حاجة؟ واحد تاني قصة تالتة بتقول إن هو سأله على حاجة معينة. فهو المهم نتيجة هذا السؤال من صديقه اللي كان له دعوة بالقمار اخترع probability theory اللي هي أساس، مش يجوز برضو نقول إن هي أساس كل الاستاتستكس لغاية يومنا هذا. فباسكال هذا هو برضو بعد ما اخترع probability theory هو كان يتراسل مع another genius اسمه بيير دي فيرما، منكم عارفين فيرماز لاست ثيريم، قعدوا 300 سنة العلماء مش عارفين يحلوا المسألة اللي كتبها فيرما، بس فيرما برضو كان معاه، فهم الاثنين يعتبروا co-fathers of probability theory. probability theory طبعا دلوقتي بقت مفهومة احسن قوي، وقتها طبعا كانت حاجه كبيره يعني، بتلعب بتحط زي مثلا بتدور رولات كده هتنزل على انهي رقم، رقم احمر ولا اسود، وايه الشانسز بتاعت انها تطلع بنتيجه معينه. كانش حد عارف القواعد بتاعت الحكايه دي كلها لغايه ما هم اخترعوا الكلام ده كله، وبجميع انواع الالعاب والدايس والكوينز والكاردز والحاجات دي كلها. فهي ديفلوب probability theory، وده بيير دي فيرما عاش اكتر منه، هو مات صغير بس كان عمره 37 سنه، واخر فتره في حياته كان مريض جدا. بس برضه دليل على عبقريته زي ما كنت بقول نهى عمر حاجتين، انه في الفتره حتى في الفتره الثانيه دي غير الفتره الاولانيه بتاعت حياته اللي كان في العلوم، كان بيخش في ديبيتس بقى دينيه قويه جدا، ثيولوجيكال ديبيتس، وساب كتراث حاجه مشهوره جدا اسمها لتر بروفونسال، ومفروض فيها ان واحد صديقه ريفي من بروفونس ده الريف يبعت له جواب يقول له انا مش فاهم الكنيسه بتقول كذا 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 كذا، يوم هو بيرد عليه بقى بجواب. الجوابات دي جمعها طبعا، ما فيش صديق ولا حاجه، انما هو كان بيصيغ المناقشات بتاعته مع اليسوعيين او الجزويت في الديبيتس بتاعته مع الجيزويت، هو كان جانسينيست فكان بيصوغها بصوره الخطابات ده. هذه الخطابات تتميز بحاجه فريده جدا، لو رحتوا فرنسا
عشان تدوروا على لتر برونسال او ستيل ان برنت. طبعا من الحاجات القليله جدا اللي هتلاقيها ليستد از كلاسيك ليترشر، ليترشر ادب، ثيولوجي وفيلوسفي. اسلوبه جميل جدا. ممنوع عمر تقول لي ده اسلوبه سهل، قلت له لا ده السهل الممتنع، ده مش اي حد يقدر يكتب موضوعات زي دي بهذه السلاسه اللي بتبان انها سهله جدا. الخطاب ده فيه حاجه انا قلت لكم عليها قبل كده، بس يمكن بعضكم كان معايا في الريتريت بتاع المانجرز، في يوم 18 خطاب، خطاب 16 في مطلعه جمله شهيره جدا بيقول فيها: I apologize for writing such a long letter. I did not have the time to write a short one. ودي حكمة كبيرة جدا، لأن عشان الواحد يكتب حاجة solid وفيها تفكير كتير وقوية وقصيرة عايزة يعصر أفكاره، إنما اللي بقى هيقعد كده يترحرح ويتكلم بالساعات ومش عارف ايه ويكتب بالساعات بحر من الكلام وراح ما لاقيلوش اول من اخر، طبعا سهل، انما عشان يكتب الحاجه المعصوره دي قالوا اي دونت هاف تايم تو ذا. باسكال برضو كذلك، في برضو من الحاجات اللي تتقال عنه انه هو مات صغير زي ما قلت لكم، عمره 37 سنه. الاوراق اللي كان كاتبها لنفسه كان بيكتب كده مجرد فقرات وجمل وبتاع وحاجات، دي اتجمعت بعد وفاته واتنشرت بوستيمسلي واسمها البونسي. بونسي ده افكار، افكار لباسكال، من اجمل ما كتب باي لغه، واصبح كونتينيوسلي ان برنت من القرن السابع عشر لغايه الثامن عشر لغايه دلوقتي. ف اتس ون اوف ذا جريت كلاسيكس، وهي جمل ومجمعها كده، مجمعينها كده زي تشابترز on man, on the world, on justice, on beauty, on مش عارف حاجات كده، وجمل لوحدها كده، جمل او فقرات، جمل او فقرات مكتوبه. انما من حيث الاسلوب ومن عمق الافكار وبتاع الكلام ده كله. فهو وفيرما اسسوا لنا ساينس اوف probability، وكان بدايتها حكايه السؤال: هل ممكن ان احنا to beat the games of chance؟ اسمها games of chance، فازاي نعمل دي؟ باسكال حلها الحقيقه، وزي ما قلت هو اخترع البروبابيلتي. ان جنرال، القاعده العامه، ودي ساوندز فيري سمبل طبعا، بس ما كانتش باينه قبله زي حاجات كتيره قوي. The probability of an outcome is the number of ways that outcome can happen divided على total number of all possible outcomes. انا مسكت زهر كده ورميته، ايه الشانس بتاعتي اني اجيب خمسة؟ واحد من ستة، في ست possible numbers outcome، to get a particular number is one possible way out of five. انما لو قلت طيب لو انا حرمي زهرين مع بعض وعايز اجيب ستتين دش زي ما بيقولوا، ها دبل سكس، ايه الشانسز بتاعتي؟ واحد على 36. هو واحد على 36 بس ليه؟ لانه في 36 possible outcomes، ستة من هنا يقابلهم ستة من هنا، فدول in general بنضرب، انما ولو بتعملها success بتقدر تجمعها، بس there's only one way. انما لو قلت لك ان ارمي واجيب سبعة، لا سبعة ممكن، واحد وستة ممكن، اثنين وخمسة ممكن، ثلاثة واربعة، لا بنتكلم على زهرتين، انا زهره واحده محمد جرايه محمد هنا بقى تبقى الزهره مغشوشه 100 اللي يرمي ست زهره ويجيب سبعه ده يبقى حاجه تانية خالص. انما لا، ان السبعه ممكن تكون
يعني ان اجيب واحد واحد او ستة ستة دي حاجة تانية، انما ان اجيب سبعة ممكن تبقى واحد وستة، ممكن تبقى اتنين وخمسة، ممكن تبقى تلاتة واربعة، وخد بالك ممكن تبقى ستة واحد او واحد وستة، اتنين وخمسة او خمسة واتنين وهكذا. ففي بقى عدد حاجات تجمعها وتقسم على ستة وتاني تطلع الرقم. دي البيسس كده نبتدي بيه، ده is the basic part of probability theory. راح يفتكر الحكاية دي مش صعبة، بس بعد كده هتلاقوا ان حاجات غريبة بتطلع نتيجة للقواعد دي. ناخد الكوتشينة مثلا. كوتشينة مختلفة عن الزهر، مش عشان نوع اللعب اللي بتلعبه مختلف يعني، لا كوتشينة مختلفة عن الزهر لانه عندنا ظاهرة وهي النون ريبليسمنت. لكم يعني ايه دلوقتي؟ افرض ان انا عندي ستاندرد ديك. ستاندرد ديك طبعا دي فيها 13 ورقه من الايس 2 3 4 5 6 7 لغايه الكينج، وموجوده في اربع تلوان صح، سبيز هارتس كلوبز ودايموندز، 4 سوتس 13 كاردز ايتش 52 بوسيبل كاردز. ده الستاندرد ديك، سيبنا من الجوكرز، الجوكرز موجودين. فدلوقتي عايز اسحب كومبينيشن معينه من الكروت، ايه البروبابيليتي بتاعتها؟ هنا القصة بقى هتبقى أعقد شوية من الزهر. ده أي حد بيقولي على أي حد بيتكلم في البوكر سبيشاليست ولا إيه؟ نوع عمر إذا بوكر سبيشاليست ولا إيه؟ إيه يا نوع هقول؟ النص على إيه؟ لسه ما قلتش حاجة. استني لما اقول لك انا راجع. نبتدي اني لو اديت خمس كروت لحد، خمس كروت، what is the probability of getting a particular distribution of cards في الخمس كروت دول؟ انا بقى في مشكله هتخش جديده قوي، لانه ال total number of possible five card hands ده هو زي ما كنا بنقول total number of possible outcomes. انما ال probability of drawing a given hand is important في حاجه ثانيه، الترتيب ما بيهمنيش. يعني مش ضروري اخد الايس الاول وبعدين الكينج وبعدين بتاع، لا مهم جه الكينج الاول وبعدين جه الايس بعد كده، مش مهم. انما المهم ايه؟ ان بعد ما بسحب اول كارت، السكند كارد بقى الشانسز بتاعتي 51 كارت، اللي بعديها بقى 50 كارت، اللي بعديها بقى 49 كارت، اللي بعديها بقى 48 كارت. فاذا الناس مش بقول الخمسه دول اوت اوف هاو ماني، اوت اوف ا كومبينيشن اوف كاردز، وده اللي بنسميه نون ريبليسمنت، ان افري اوبجكت از تيكن وانس. فتلاقوا الكومبينيشنز بقى دي ممكن تتحسب، وتتحسب كتير زي ما قلت لكم هنا اهي. فيرست كارد 1 اوفر 52، السكند كارد از اوت اوف 51 مش اوت اوف 52، والثيرد ويل بي درون فروم 50 وهكذا. يبقى السيكونس اوف كاردز از نوت امبورتنت، ذا فاكت از ان اي دونت ريبليس، وبالتالي الحكايه بتفضل فيه. ذا توتال نمبر اوف بوسيبل ويز اوف ديستريبيوتنج 5 كارد هاندز total combinations 2,600,000 تقريبا. عشان كده الالعاب دي ار فن، لانه غالبا مش هيطلع نفس الكومبينيشن ابدا. يعني الواحد بيلعب مش هيطلع له نفس الكومبينيشن. انا نفس الكومبينيشنز دي عندك 2.6 مليون كومبينيشنز اوف 5 كاردز ممكن الواحد يسحبها من ديك اوف 52 كاردز. فانا لو عايز الاقي What are my chances of getting four aces؟ لازم احسبها بقى against a total number of possible combinations of five card hands، ولازم احسبها على ال drawing of each card لوحدها، ولازم احسبها ان انا خمس كارت ما يهمنيش. In this particular case ممكن يبقى اي حاجة. فالاودز دي لو حسبتها هلاقي انه الفور ايسز، يعني the number of hands which contain four aces is 48 hands.
لان the fifth card can be any of the 48 other cards. يعني انا حددت اربعة من الخمس ورقات، انما in effect الورقة الخامسة ممكن تبقى اي حاجة من ال 48 كارت. يبقى اذا how many possible hands do I have؟ يبقى فيهم اربعة aces، هيبقى 48. لان عشان اطلع الاربعة لوحدهم this is one. It's only one combination. بس ما هياش ال 4 aces is not 1 out of 2.6 million. لان ال 5th card can change. ممكن تبقى اي حاجة. How many possible 5th cards do I have? 48 ما 52 minus 4 خدت الاربعة الاولانيين يبقى فضل لي 48. 48 كارت دول ممكن يبقى اي حاجة في ال 48 دول ويبقى الهاند بتاعتي فيها اربعة aces. يبقى اذا ال 48 دول لازم اقارنهم بال 2.6 مليون وده بيقول لي ان there are ال probability there are 54th chances of doing that هيطلع تقريبا 54,000. 1 in 54,000 is the calculation for 4 aces. عشان ال 5th card is free ممكن تبقى اي حاجه، النسبه بتبقى اسهل من مثلا ان اطلع رويال فلاش. فدي قلنا حسبناها هي 1 to 54,145. انما لو نظرت ان انا عايز البيرفكت هاند ده هنا، there are four such perfect hands. ممكن يبقى spades, hearts, clubs او نعم نعم ليه؟ لا قريبه خالص 0.000154 يعني هي 1 في 650,000. Your chance of being able to get ال number ده is 1 out of 650,000. To calculate these odds we are still using the basic formula اللي قلت لكم عليها. زي الواحد لما يرمي زهره يبقى 1 out of 6 chances. It's the same idea شغاله دلوقتي. Thus was probability theory born. ده كان بدايه probability theory. ده تطورت شويه وفي حاجات زادت بعد كده، هنخش في بعض الحاجات اللي زادت بعد كده عشان مش هنفضل على هذا المستوى. اهم حاجه ان لو عندي a lot of independent observations هلاقي انه I get a bell shaped curve. bell shaped curve دي اللي احنا اتكلمنا عنها زي ما قلت لكم نسميها the normal curve, the bell shaped curve, the Gaussian distribution, the Z distribution. كل ده من انما الكيرف ده في مزايا كبيرة جدا. أهم مزايا فيها زي ما أنتم شايفين كده في حاجة بتصف الكيرف ده، سواء الكيرف ده زي ما شفتوه أو مفلطح جدا أو ضيق جدا، بيتسم بإنه الكيرف ده الفردة بتاعته دي بتتقاس بحاجة بنسميها الستاندرد ديفيشن. الستاندرد ديفيشن دي بتاعت الاوبزرفيشنز اراوند المين. لو حطيت المين هنا او المتوسط او المود، هما لو سيمتريكال هتبقى كلها زي بعضها، لو مش سيمتريكال هيختلفوا عن بعض. دايما الهامب العالي ده از ذا مود، بس لما يبقى سيمتريكال هيبقى ايضا المين وهيبقى ايضا الميديان. انما عامه هو اتس اولويز ذا مود، حتى لو هو منحني من ناحيه ومفلطع من ناحيه ثانيه هيبقى المود هو دايما عند الهايست بوينت. لما يبقى سيمتريكال الثلاثه هيبقوا زي بعض، مود ميديان ومين. المهم بقى ان الستاندرد ديفيشن دي بتعمل صفه جميله جدا. الصفه الجميله جدا هي دي، انه بلس اور ماينس 1 ستاندرد ديفيشن اون ايتش سايد هلاقي 2/3 اوف ذا اوبزرفيشنز. ولو زودت ل 2 بلس اور ماينس 2 ستاندرد ديفيشنز هيبقى عندي 95% من الاوبزرفيشنز. ولو زودت بلس اور ماينس 3 ستاندرد ديفيشنز هيبقى عندي 99.7% من الاوبزرفيشنز. ف سواء الاوبزرفيشنز دي الكيرف واطي طويل كده او قصير وعالي كده او متوسط كده ما تفرقش.
هذه الخاصية دي ما زالت موجودة. الخاصية دي جزء مهم جدا من توزيع النورمال كيرف بتاعتنا. ولذلك احنا بنفترض في حاجات كتيرة جدا ان الديستريبيوشن بتاع الحكاية دي از نورمال، وبتاع الفينومينا اللي احنا بنقيسه از نورمال، ونورمال بمعنى النورمال كيرف او الجاوسيان كيرف. ليه؟ لانه ان فاكت ماني هيومن اوبزرفيشنز ار لايك ذات. يعني انا لو جيت دلوقتي بعمل بشوف طول الناس، هلاقي واقيس كل واحد اقابله بعدد كبير من الناس. طبعا لو عدد صغير ممكن تلاقي يقع حظك في ثلاثة أربعة طوال جدا، واحد قصير قوي وبتاع، لا. إنما لو هتبتدي تلاقي الناس، في ناس قصيرين قوي وفي ناس طوال جدا، إنما أغلب الناس هتبقى متوزعة كده. أغلب الناس هتبقى أراوند زي ما قلت طول العادي، يعني شخص عادي ما هوش ولا طوله مترين ولا طوله متر عشرين، لا يعني حاجة. دول اللي متر عشرين واللي مترين دول قليلين قوي. فهتلاقي الديستريبيوشن بتاع الحاجات دي لما الواحد يعمل فريكونسي كده يقعد يقيس البتاع، هيوصل هيلاقي الكيرف بيطلع تاني زي الديستريبيوشن دي. ماني ماني فاريبلز في السوشيال ساينسز ار سبجكت تو ذس، ودي بقى بتمكننا ان احنا نعمل حاجات كتيره قوي بالكيرف ده، بالخصائص بتاعت الكيرف دي. الكيرف دي بقى اخترعها انذر جينيوس اللي بيعقد دينا ابو العيله اللي هي ماهيش معانا النهارده، انما اللي بيعقدها دايما كان في التي في ساينس سيريز كان بيطلع، واحد اسمه كارل فريدريش جاوس، مسمينه حتى ذا جاوسيان ديستريبيوشن. جاوس بقى ده له قصص تستحق ان الواحد يتكلم عنه. اولا زي ما قلت لعمر فكري، جاوس غير انه جينيوس، وهحكي لكم عن الجينيوس بتاعه، هو عمل الكيرف دي اساسا سماها ذا لو اوف ايرورز، وعلى الاسترونوميكال اوبزرفيشنز، وقال ان ان افكت لما هيبقى يبقى في عندي عدد كبير من الاسترونومرز بيقيسوا حاجه معينه، واقيس ووقع القياسات بتاعتهم، هلاقي القياسات بتاعتهم عامله الكيرف اللي شكله كده. وقعد يلعب بالكيرف ده وطلع نتائج كثيره جدا. جاوس ده معلش مش هنخش في التفاصيل بتاعت ازاي تحسب البروبابيلتي دنسيتي فانكشن تحتيه، انما الجاوس ديستريبيوشن ده، جاوس بقى is truly one of the greatest minds in mathematics. يعني جاوس في ثلاث اربع قصص عليها يستحق ان الواحد يحكيهم. واحده منهم ان في عصره واحد سال another great mathematician who's the greatest mathematician in Europe، فقال له فلان، فقال له انت what about Gauss؟ قال له لا لا لا، Gauss is the best in the world by far. مش بس in Europe، انت سألت على Europe فانا حصرت ما بين، يعني ده لوحده، ده في ميدان لوحده، وهو فعلا في ميدان لوحده. Gauss was a child prodigy كده زي باسكال برضو، تشايلد بروديجي، وكان ابوه متوفي عايش مع عمه، وعمه كان عنده باب، كان عنده اوبرش كده، وكان الولد الصغير عمره سنتين، فبيحطه على الترابيزه كده جنبه وهو اخر النهار بيجمع الحسابات بقى اللي دفع شيلينج وبنس ومش عارف ايه وبتاع وكلام من ده. بعد ما بيعمل بقى الحسابات طويله كده، راح الولد الصغير مصلح له الحسابات بتاعته. فراح واخده كده شايله هيلا بيلا كده، وراح بيه للديوك اوف مش عارف ايه وقتها، قال الواد ده ارجو ان حضرتك تتبناه، فتبناه الديوك ودخله المدرسه. طبعا احنا بنتكلم في القرن الثامن عشر، فما كانش اوتوماتيك ان واحد ما هواش من النبلاء بالضروره هيخش المدرسه يعني، انما ديوك تبناه ودخله المدرسه. مدرسه بقى حصل ايه؟ عمره 6 سنين درس في المدرسة، قال لهم اقعدوا كده يا ولاد اجمعوا 1+2+3+4+5 لغاية 100. فجاوس راح باصص له كده وراح كاتب على السليت بتاعه الرد. قال له اجمع دي، راح قايل له كده على طول. فالمدرس كان متغاظ جدا، بص له كده ازاي يعني.
فالإجابة صحيحة. فقال له وصلت لها ازاي؟ الجينيوس بتاعه بقى ان تعرف وصل لها ازاي. قالك واحد لمية ومية لواحد، لو جمعت واحد زائد مية يساوي ايه؟ واثنين زائد تسعة وتسعين، ثلاثة زائد تمانية وتسعين، أربعة سبعة وتسعين. Exactly, exactly right. How many pairs are there in a hundred? فقال له he developed ادي ال 100 نصها عشان عدد البيرز مضروبة في 101، 50 في 101 تساوي 50 50. عمره 6 سنين. مش بس كده، he derived الفورمولا بتاعت an additive series اللي هي 1 plus n مضروبة في n على 2. ما تستعجبوش لما الواحد يعرف كده بقى، انه يعرف ان جاوس بقى لما عمل رساله الدكتوراه بتاعته كان عمره 18 سنه. وهقول لكم اسم الرساله لانها ما زالت موجوده لغايه دلوقتي بهذا الاسم في الماثيماتكس، اسمها The Fundamental Theorem of Algebra. كل الالجبرا. كان 18 سنه جاوس. فجاوس واز يعني كان من الحاجات الفذة جدا، ومن الحاجات اللي سابها لنا بقى انه ساب لنا حكاية الديستريبيوشن دي اللي بنستعملها في حاجات كتيرة قوي، والفورمولاز اللي انا عديت عليها بسرعة دهيا لان احنا مش مهتمين بيها دلوقتي، الفورمولاز دي تلاقوها في الكتب بعد كده. خلينا نرجع تاني بقى للبروبابيليتي. What is probability؟ وهنفكركم انا بقى بحاجات زي اللي احنا كنا بنتكلم فيها في المحاضره اللي فاتت على الكورليشن والحاجات دي. البروبابيلتي برضو فيها كده عايزه شويه تفكير، مش اوتوماتيك يعني. Let's take the example of being struck by lightning. انا ماشي كده برق ضربني هبدني. What is the probability that I will be struck by lightning؟ اوكي طيب نحسب. In general United States population 1961 183 مليون و700 الف. By 1999 كان 272 مليون و700 الف. ال average over the 38 year period كان 228 مليون. ال average death by being struck by lightning كانوا 89 per year during the 38 years. يبقى الـ average probability of dying by being struck by lightning is about 1 in 2.5 million. 1 outcome out of all possible outcomes. Possible outcomes انها تضرب في حتت بعيدة عن الناس. Well, that's not quite true. Why? Anyway, tell me why. مش ايه؟ كويس قوي بالظبط. لا مش بس كده. So now it differs whether I am in USA or in Egypt. In Egypt I hardly ever have lightning strikes يعني قليلين قوي يعني بالنسبه لامريكا. وبعدين مش بس كده، it differs where I am in open country or in the city. City chances are ان lightning bolts هتضرب العمارات قبل ما توصل لي في الشارع يعني. It differs by time of year. يعني تبص اللايتنينج بولز كلها متركزة في جولاي وأوغست، بينما from May كان 400 وفي نوفمبر 90 بس اللايتنينج ستروكس. فبالتالي إن الواحد ياخد المتوسطات على سنوات كتيرة is not always correct in calculating probabilities. يعني in general، خدوا بالكم the reason I'm giving you this example، انه in general بنقول the more data you have the more reliable your conclusions are. In general we say بس you have to interpret the data. It is not automatic. ممكن جدا ان الواحد لازم تفوته
period of the year, location, distributions, في حاجات كتيرة للفاريابيليتي اللي موجودة دي برضو بتضيع في الأرقام الكبيرة. You must be very careful how you generalize from any particular data set. بده يا جماعة زي حكاية الكورليشن والكوزيشن اللي كنا بنتكلم فيها، ده جزء أساسي لازم الواحد ينظر كويس قوي في الداتا سيتس بتاعته before he generalizes من الداتا سيت دي. Probability theory هتشوفه بكرة لما هنتكلم في السامبلز والسيرفيز هي الأساس بتاع إن أقدر أعمل generalizability. إن أقدر أخد عينة كده وأقول إن بناء على اللي أنا هقيسه من العينة دي أقدر أقول إن بقية الشعب عنده هذه الصفة. من تحليل ده كل ده مبني على probability theory، ولكن الجنراليزيشن دي عايزة تفكير جامد قبل ما الحد to jump to that conclusion، عايزة ان الواحد يوزنها مظبوط خالص. Let's think of some other probability problems. دول الفن بارت. Three coins problem ده سهل، هنبتدي فيه كده. Three coins. What if I were to throw three coins واشوف how many heads I get. What is the probability that all three coins will come up heads? What is the probability of obtaining a head and two tails? One. Let's think نفس المبدأ اللي احنا مشينا عليه على الظهر. Six possible outcomes, one desired outcome, one way of getting it. يبقى نحسب 1/6. لو بعمل 6 او 1 لازم هيبقى 1 out of 36. لو بعمل 7 او 8 هتبقى حاجه تانية. طيب يبقى ده probability actually is 1/8 with 3/8. How does it come about? Very simple. نفس القاعده بالظبط، هنمشي نفس الطريقه. List all possible outcomes, we'll call them A. How many ways can three heads appear? We call it B. Probability of that outcome is B over A. Likewise, what is the probability ان احنا ناخد two heads and one head and two tails؟ نحسب عدد دول يبقوا C ونقسمها على outcome C over A. ادي the case. ايه هما possible outcomes؟ ثلاثة heads, tail head head, head tail head, head head tail، وبعدين tail tail head, tail head tail, head tail tail، ثلاثة tails. These are all the possible outcomes، ثمانية. Only one possible way in which to get three heads. اللي هي دي. أي حاجة تانية ما تجيش، فيبقى البي بتاعتنا is 1. So 1/8 is the probability of getting three heads. How many ways can I get a head and two tails? ثلاثة. ثلاثة. Is tail tail head, tail head tail, head tail tail. ثلاثة. ثلاثة دول يبقى إذا probability is 3/8. It's not difficult. It's easy. ماشيين كده. في حاجة إيه؟ اتكلم اتكلم. كان في طريقة اللي هي التري دايجرام مظبوط كده؟ لا 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 لا، أنا بقول أنا باخد ثلاثة كوينز وبرميهم وبشوف هطلع عندي ايه. ثلاثة هيدز. ممكن الاحتمال مش جارانتي. لا البروبابيليتي ان انت زي في الاخر لما كنا بنعمل الكاي سكوير كنا بنقول انه at a confidence level of 95% I can say ان these results conform with Mendel expectations but that still leaves a 5% chance انها it is still wrong. انما generally speaking I can establish a confidence level at which I can say something. لو انا عملت التست ده 50 مره for sure the chances are much closer in 1 out of 8 هيطلع لي العدد ده. فعلى عملته 80 مره I should be getting close to 10 times 3 heads. لو عملته مره واحده ممكن ما يطلعش ولا مره 3 heads. When you do it a lot of times
the more times you do it, the more you will move. يعني أنا لو قلت إيه طب أنا برمي one coin at a time. برمي one coin heads or tails. 50-50 chance. صح؟ إنما chances ممكن جدا أرمي ثلاث مرات ورا بعض يطلع لي ثلاثة heads. ما يطلعش ولا مرة tails. إنما لو رميت 1000 مرة هلاقي مثلا 400 حاجة و90 head و500 وحاجة tail. You are converging towards expected probability. The probability بتقول لك with the law of large numbers you converge towards expected probability. If you do it many many times. في بعد كده rules ازاي نقدر نستعملها دي في حاجات تانية. انما هنعقدها شوية بقى دلوقتي. ايوه اتفضلي. فين دي؟ اه هنا اه. دي تيل هيد هيد ودي هيد تيل هيد ودي هيد هيد تيل اه. لا these are different ways in which you can get different ways in which you can get two heads and one tail. يعني زي ما كنت بقول لك ما انا ممكن لما ارمي اثنين ظهر سوا وعايز اجيب سبعه ممكن تبقى 6 1 وممكن تبقى 1 6 وممكن تبقى 2 5 وممكن تبقى 5 2 وممكن تبقى 3 4 وممكن تبقى 4 3 يبقى عندي 6 out of 36 chances يبقى اذا 1 على 6 الشانس بتاعتي. The number of possible ways you can get this outcome divided by the total number of way of possible outcomes. Okay? Happy birthday. نتكلم في هابي بيرثدي بقى. This is a cute problem. A cute problem لأنه it's very counterintuitive. What is the probability that at least two people in any group and in this group have the same birthday? هننسى يوم 29 فبراير وننسى السنة. نتكلم بس على ايوه. What is the probability ان يبقى الاقي two people have the same birthday in this group؟ اللي قدامك دول اللي قدامك دول انا لا 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 بس هذا ستوري انا بتكلم على الجروب ده لان السؤال مختلف. Actually احنا عندنا في الجروب ده انا جبت هنا المعلومات عشان اتاكد بس هقول لكم هتصدموا في الكلام اللي هقوله لكم بعد كده. لا في انا عارف انا. I will make it even more difficult. How many people do we need to have in this room? How many people do we need to have in this room in order to have at least 50% chance and the two people have the same birthday. لا سبب عندنا كتير قوي. لا هو اساسا طبعا 366 جارانتيز لانه لو في 365 ده كل يوم لوحده وبعدين 366 لازم هيكرر يوم من الايام ففور شور 100% 366. But what is the smallest number which will give you more than 50%؟ لا هنحسبها سوا دلوقتي وهنشوف النتيجه بتاعتها. Actually, to get that number, ده الكلام اللي أنا قلته ده. Forget February 29th. What is the number required to have more than 50% probability? You will be stunned to discover. And it is 23 people. Only 23 people. إحنا الجروب ده, I looked it up. عندنا 81 شخص. We actually have 10 pairs. حمد مبارك و محمد مصطفى عبد الرحيم. Both January 1st. ومنى عبد الوهاب دباس وعزة الخولي. Both 15th of February. رامي خليل ومروه عبد الرسول
بوث 17 مارس، هاني ميلاد ساويرس ويسرى محمد علي، علاء الدين علي 30/3، محمد طارق، محمد عبد المنعم الفرعي، وبدريه سري 3/7، ويارا ابو الفتح، ومروه جمال بديع، محمد عبد الله الوكيل. شفت كام واحده؟ 11/7، 11/7، ومجده حتاته واميمه ال 22/8، وسامح الانصاري وحنان منير 26/8، واسلام الكلزه ورحام ريهام ال 12/12، 10 بيرز في 80 واحد. How come ان البروبابيليتي از سو هاي؟ In fact it reaches 99% when you have 57 people. طب هاو كم بقى كده؟ لان this is counter intuitive. الواحد بيستغرب ليه كده؟ ليه كده؟ لا لا هنحسبها. Let's هنحسبها سوا، هنحسبها سوا، هنحسبها سوا ونسيب مسألة جواز الناس دي لوحدها. إنما let's assume that every day except February 29 is an equal probability of being selected. كويس؟ The key point اللي بيفرق في الحكاية دي is that the birthday problem asks whether any of the people in the group has a birthday matching any other person. Not a specific date. دي بتفرق كتير. هوريكوا ازاي دلوقتي. فال total chances في طريقتين نبص فيها ان احنا نقدر نقول انه اساسا هبتدي بشخص الاول بيجي فال comparing the first person on the list to the other 22, there are 22 chances انه to match it. The second person on the list under 21 chances for a matching birthday with third person, etc. انما اساسا what we're looking for, there are how many combinations of pairs there are in 23 people. There are 253 possible pairs of combinations. Now assume ان الايفنتس، هنسيب على جنب حكايه الناس بتتجوز في مواعيد معينه، assume ان الايفنتس ار اندبندنت زي حكايه رمي الزهر وزي ان الواحد يسحب كارت. When events are independent of each other, the probability of all the events occurring is equal to a product of the probabilities of each of the event occurring. احنا عارفين كده. ان اجيب 6 6 هي 6 لوحدها 1 على 6 و6 الثانيه 1 على 6 والريزلت 1 over 6 multiplied by 1 over 6 is 1 over 36. واكدنا النتيجه دي بان احنا شفنا how many possible ways اقدر اجيب 6 6 هي مره واحده طريقه واحده. وانها مقسومه على total number of possible outcomes اللي هي 36 فهي it's 1 out of 36. فاحنا بنطبق نفس القواعد هنا. ولكن let me start، ودي على فكره هترجعكم تاني لنظريه النال هايبوثيسيس. It's easier to start out by asking ourselves what is the probability of no match. وانه probability of no match، طبعا probability of finding a match is 1 minus the probability of finding no match. واحنا عايزين نعرف امتى هنعدي ال 50%. ده السؤال يعني. To calculate a probability of no match for 23 people انه يطلع اقل من 50%، let's see. For event 1 there are no previously analyzed people, therefore the probability that the person number 1 does not share his or her birthday with anybody is 1 or 100%. ما فيش حد تاني لسه داخل في الجروب. نمرة 2 قبل ما اكتب 1 هكتبها لسبب هيبان دلوقتي، 365/365. هاجي بعد كده اقول probability of no match number 2. زي بقى حكاية لما بنسحب كارت من الكوتشينة. احنا سحبنا a birthday من 365. فالشانسز ار انه to have a different birthday are very high.
اتنين مش هلاقيهم بالضروره، تاني ده 364 مضروب 365 مقسوم على 365، لانه لو كان في اي يوم من 364 يوم دول مش هيبقى في ماتش. يبقى بي ان ام 3 اصبح برضو ايه 363 على 365 زي حكايه ال 51 كارت 50 كارت 49 كارت 48 كارت، بنقلل كل مره يوم. طيب اضرب بقى الحاجات دي ببعضها. ف and all these independent events together then to have no match in 23 times همشي 365 على 365 اللي هو الوان الاولاني خالص، 364 على 365 اللي هو الثاني، 363 على 365 اللي هو الثالث، 362 على 365 وهكذا لغايه ما هوصل لبعد ال 23 هيبقى 343 على 365. ده بيطلع 49 2703 اي انه ال probability of a match اكتر من 50%. Listen. It's counted in this way. زي ما بنسحب كروت من non replacement. ولكن remember ان احنا we are asking any birthday matching any other birthday. طيب. Let me give you a variant. اولا بس قبل ما ننتقل للفاريانت انا اديتكم تجربه من عندنا دلوقتي. ال 81 واحد اللي عندنا هنا طبعا عندنا over 99% chance ان هيبقى في 1 match، بس انا الحقيقه ما كنتش متوقع ان هلاقي 10 matches. يعني كنت متوقع هنلاقي 5 6 لما لقيت 10. 10 matched birthdays هنا وشفناهم. Actually here is further examples. الميل اكترز تو وين ذا اكاديمي اوورد 73 واحد منهم 6 pairs. ال 67 اكترس تو وين ذا اكاديمي اوورد 3 بيرز، 61 دايركتور 5 بيرز، 52 بيبل از برايم مينستر في انجلترا 2 بيرز. فاذا ارقام ما هياش كبيره، ادي 73 و 67 و 61 52 كل دول فيهم مور ذان 1 بير. فا اتس فيري كونفينسينج كيس، وقدامنا الكيس بتاعنا احنا اهو بتبين الحكايه دي. المهم في الكلام ده بقوله ايه؟ انه probability is not obvious. Don't jump to conclusion. ما هي لازم تبقى لا. لما الواحد يفكر ويحسب يلاقي ممكن يوصل لconclusion very counterintuitive. والبيرثدي problem ده is one of the most counterintuitive problems I know. ما حدش يصدق ان 23 people are enough to have more than 50% chance ان تلاقي two who have the same birthday. طيب انا هديكوا فاريانت عليها وهتلاقوه كاونتر انتويتيف ايضا. الفاريانت على البيرثدي ده. Let's test a variant. I want to find how many people I need to have in a room عشان يبقى في one person who has the same birthday as me. هنرجع بقى للكلام بتاع ايمن اللي كان بيقول لك نقسم 365 على 2 وبتاع. نشوف it's different. ما تنساش ان البيرثدي بروبلم وي دونت تشوز ذا بيرسون ان ادفانس. هنا وي تشوز ا بيرسون ان ادفانس. هاو ماني بيبل دو اي نيد تو هاف ان ذا روم عشان الاقي حد عنده نفس البيرثدي بتاع هذا الشخص؟ ده السؤال. لا ما هو 365 ده 100% جارانتيد يعني. انه يعني بالضروره هيبقى في، بس مش لا مش 365 بس it's a different number. بس the issue is that what number is it? Actually forget the form of the equation. I will simply ask this question وهتلاقيها تطلع غريبه جدا. هنحسبها. You need 253 people. Now this is peculiar وبرضه counter intuitive. ولا هي 365 ولا هي نص 365. Why 253؟ Well حد يقدر يقول لي فكره كده؟ اي فكره ليه I have 23
people in one case give me more than 50% chance, ولما بحدد البيرثدي I need 253 people to get to a 50% chance, which is more than half the number of days. Specific day. نعم؟ يوم واحد. بس ليه محتاج 253 يعني؟ This is the interesting part. ايه؟ ما لا ما لازم تتحسب بس انا بديك نتيجه الحسابات. بديك نتيجه الحسابات. ايوه محمد. لا متأكد لا it doesn't. In fact 23 if you have only 23 it gives you 6.1% chance. The reason is ان لما بحدد البيرثداي في ال 253 ده في ناس كتير هتبقى ماتشز بس on other days. فممكن جدا يبقى عندي 30 واحد ولا 40 واحد عندهم ماتشز بس not on the day I want. ولو حسبناها بنفس الطريقة هنوصل للconclusion which is considerably higher عن ال 182.5 اللي كان أيمن كده guessing عليها على طول. Why زي ما قلت لكم لأنه it is likely that there are birthday matches among the other people in the room. أنا بدور على one particular birthday غير لما بسأل any match in the room. And here the counterintuitive direction is going the other way. First, birthday problem, it's counterintuitive in that the number is so low, 23 people. The second birthday problem is counterintuitive in that the number is so high, لأنه أكثر من نص السنة. That goes to say إنه probability is a science. And its results can often be counterintuitive. Don't jump. أنا عارف أنا عارف. استهدى كده واحسب كويس وامسك ورقة وقلم وفكر وليه ومش ليه وتمشي كده لغاية ما توصل للكوركت كونكلوجن. فـ it can be counterintuitive. ما هياش حاجة obvious. من الأول بتبان إنها very obvious حكاية واحد من ستة في الظاهر وواحد من 52 في الكوتشينة وبتاع so far it's easy. لما تخش بقى في حاجات زي كده تلاقي ان الحاجة is not that clear. Now in generally speaking the probability of a large number of observations of independent events will generally map out as a normal distribution when the hump and high point will always be the mode where if and only if the curve is symmetrical will it also be equal to the mean and the median. وده is essential for probability. نفتكره تاني Gaussian distribution هنستعمله في التو تيل تيست والوان تيل تيست وحاجات كتير قوي مستقبلا هيرجع لنا كتير جدا. الخواجه جاوس ده كان ضليع في حاجات كتير قوي. فكركم تاني ان المود والميديان are not the same. فكركم بالكيرف اللي شفناه قبل كده عشان تفتكروه. Now let's review a few things about probability. Generally speaking, افتكروا probability of anything is the number of successes over the number of total outcomes. لما برمي انا عايز السكسس بتاعي يبقى 6 لما برمي دايس يبقى 1 possible outcome out of total outcomes اللي هي 6. الجوينت occurrence of independent event بضربهم في بعض اللي هو 6 6 يبقى 1 على 6 مضروب في 1 على 6. ال simultaneous occurrence بجمعهم وبطرح منهم الجوينت ده conditional ان بعد ما اجيب حاجه تجيلي حاجه ثانيه ده ممكن. في حاجه اسمها الباينوميال ديستريبيوشن بقى الدكتور مجدي ناجي وزملائه اللي هم هنا دول اتكلموا في الباينوميال ديستريبيوشنز دي برضو من الحاجات اللي جاوس ونيوتن وبتاع لهم contributions كبيره فيها بس هنسيب الحاجات دي على جنب لبعدين. المهم نفتكر ثاني ان النورمال كيرف دي ما تنسوش ان المين عندي ال baseline in units plus or minus one standard deviation two-thirds plus or minus two standard deviations 95% plus or minus three standard deviations 99.7% of the observations. دي اللي هي القواعد دي هتفضل معانا وهتساعدنا في حاجات كتيره قوي 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 في الشغل. بنعمل افتراض ان الديستريبيوشن بتاعت الاوبزرفيشنز بتاعتنا هتبقى نورمال كيرف
تبقى جاوسيان كيرف زي ما بنسميها نورمال جاوسيان زي بيل وات ايفر يو ونت تو كول ات، انها كده يبقى هتتسم بهذه الصفات، وهقدر استعمل الصفات دي عشان اعمل تيست ذات استابليش ات كونفيدنس ليفلز معينه. يعني لما بعوز ان انا ابقى عندي 5% كونفيدنس ليفل 95% كونفيدنس، هقدر اقول ان انا يا جماعه بقول ان الاوبزرفيشن بتاعت، اذا كان كل الاوبزرفيشن شكلها كده، ان الاوبزرفيشنز بتاعتي هتقع وزين بلس اور ماينس 2 ستاندرد ديفيشنز. يبقى ما دام عندي الكيرف وعندي الستاندرد ديفيشن بتاعتها، اقدر احسب الرينج بتاعي واقول ما دام ام اكسبكتنج انها وزين تو 95% هتبقى في العمليه دي 99.7 بلس اور ماينس 3 2 ثيردز بلس اور ماينس 1. دي من الصفات المهمه جدا. It's a very useful curve. We'll use it in a lot of analysis. اتكلم بقى على حاجه ثانيه بقى اللي هي standardization of scores ونورماليزيشن، لان normal curve حاجه والنورماليزيشن حاجه ثانيه. وكتير جدا الناس تلخبط لما بيلاقوا الترمينولوجي دي موجوده في حاجات كتيره جدا تبقى not correct in the same way. هي احنا بنعمل standardization للسكورز بان احنا مش عايزين نقعد نقارن الناس جايبه سكورز مختلفه كتير جدا، فبنعمل لها standard score. و بنقول انه الناس دي الديستريبيوشن بتاعتنا كذا والمين بتاعنا كذا، وذيز ار ات بلس اور ماينس ذيس بوزيشن اون ذا ستاندرد ديفيشن. الستاندرد سكور از ا دايمنشنليس كواليتي. يعني ذا ايشو ان انا بدور، خدوا بالكم من الكلام اللي بقوله، بدور على مكان السكور ده في وسط الديستريبيوشن اوف سكورز، والمكان بتاع السكور ده في وسط الديستريبيوشن اوف سكورز از ريليتد تو ذا شيب اوف ذا كيرف، ات از نوت ذا اكتوال سكور اتسلف. فممكن الاكتوال سكور يبقى 112 والمين مثلا 80 والستاندرد ديفيشن مثلا 20، يبقى within plus or minus 2 standard deviations 112 موجوده مثلا. فانا I will position it in relation to the standard score بتاع المين والstandard deviation. It is not, it does not have a dimension زي ما قلت ده جاب 112 درجه او ده طوله متر 82 ولا ده dimension بنسميه dimensions دي، او وزنه 72 كيلو، او دي دايمنشن وزن الطول بتاع، دي كلها دايمنشنز. This is a dimensionless score. It's derived by subtracting the population mean from an individual raw score and then dividing the difference by the standard deviation. Well, this is called standardization او normalization، وده شكل الفورمولا بتاعته. الزي سكور ده بيبقى عباره عن الاكس سكور ناقص المين. لو انا قلت المين 100 وده 112، هيبقى 112 ناقص 100 يساوي 12، وهقسمه على الستاندرد ديفيشن بتاعت الديستريبيوشن دي. لو الديستريبيوشن دي مفلطحه جدا ال 100 هتبقى موجوده، بس الستاندرد ديفيشن هتبقى واسعه قوي، او هتبقى لو هو فيري شارب كده الستاندرد ديفيشن هتبقى صغيره، فانا بقسمه على ده والاقي البوزيشن بتاعه بالنسبه للستاندرد سكور. انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان ما يحصلش لخبطه لما بنستعمل كلمات نورمال سكور ونورماليزيشن وبتاع. They are not all the same، انما they are related، لان برضه بنستعمل الستاندرد سكور. السكور زي سكور ده is the distance between the raw score and the population mean in units of the standard deviation. يبقى اليونت بتاعتنا is the standard deviation of that curve. Of that curve، not الابسوليوت يونتس of measure بتاعة الوزن او الطول او بتاع، it is of that curve الستاندرد ديفيشن بتاعتها. It's negative لما بيبقى اقل، positive لما بيبقى اعلى. و now to use these statistics you need to know the population parameters. دي هنجي لها في السيرفيز بكره. بكره هنتكلم اول حاجه في السيرفيز samples وسيرفيز. والسامبل في السيرفي اساسا انا باخد عينه، والعينه دي بدرسها وبطلع بحسب لها الستاتستكس بتاعتها، وبفترض ان اقدر ارجع من الستاتستك ده للبوبوليشن ككل. يعني مثلا هاخد استبيان للراي بتاع الناس، هعمل عينه وهعمل لهم انترفيو، وهقول 68% من الناس في العينه دي
موافقين على السياسة الفلانية، وهفترض ان هقدر ارجع with a certain confidence level او an error term الى البوبوليشن واقول انا نتيجة للاستبيان اللي انا عملته هقول ان شعب مصر بيوافق 68% منه على هذه السياسة plus or minus 3% an error term، وبيتحسب الايرور تيرم ده يتحسب. انما الفكره ان انا لازم من السامبل سيرفي بتاعي اللي بعمله مع السامبل بيبقى ستاتستيك، واللي برجعه على البوبوليشن بنسميه بارامتر. ده اللي هو الاساس بتاع الكلام اللي هنتكلم فيه بكره، سامبلز وسيرفيز وستاتستكس وازاي تتعمل الحكايه دي. هنا بس في البروبابيلتي انا عايز اتكلم انه ان ال when you apply these statistics you need to know the population as a whole. يعني in the case بتاع مروه واسراء ولارا الدكتور روبي له حق طبعا. I can use these statistics لانه I know the overall population based on الباراميترز اللي موجوده من الاستاديز بتاع WHO وغيرها من المؤسسات، فعندي توقع ان الصفه دي في مصر كذا، وبعدين بشوف انا عندي هنا الريليشن شيب بتاعتها اللي انا قسته، هاو داز ات ريليت للاوبزرفيشن الموجوده في الوقت. انما عشان اعمل جنراليزيشن من الاوبزرفيشنز بتاعتي للبوبوليشن كلها، ده هو الاساس بتاع السامبل سيرفيز والسوشيال سيرفيز اللي هنعملها. anyway يعني sometimes it's known as the Z distribution عشان we use الزي statistic a lot في حتت كتيره جدا، زي ما كان مقترح عندكم ان انتم تستعملوا الزي statistic، و that's why it's sometimes called the Z distribution. قلت لكم بيسموها الجاوسيان distribution، النورمال كيرف، البيل شيبت كيرف، الزي كيرف، هو it's all the same. هي الكيرف اللي شفتوها دي اللي ليها المين بتاعها في النص، وبلس اور ماينس 1 ستاندرد ديفيشن بيديكوا تلتين الاوبزرفيشنز، بلس اور ماينس 2 ستاندرد ديفيشنز بيديكوا 95%، بلس اور ماينس 3 ديفيشنز بيديكوا 99.7% من الاوبزرفيشن. These characteristics دي remain with this curve no matter what the shape of the curve، مفلطح جدا، طويل قوي، متوسط، that doesn't matter. فال we compare بقى sample to a standard normal. سيبكم من الكلام ده، هنبقى نرجع له بكره. وانه في other kinds of statistics، انا بس بقول ده عشان ما تفتكروش it's the only kind of statistic. we have في الاف statistic والتي statistic والستودنتس دي وحاجات كتير قوي، بس دي variants ليها. المهم قوي، مش مهم ان تعرفوا الحاجات دي دلوقتي، المهم ان تعرفوا انه اساسا بقدر بدور على اني بعمل comparisons في probability ما بين desired or outcome possible number of ways I can get a certain outcome over all possible outcomes. ثانيا انه عامة عايز ارجع اعمل comparison ما بين expectations موجودة عندي based on either a prior knowledge او an anticipated theory زائد observations اللي عندي. الفاريشنز ما بين الobserved والexpected، is it within the bounds of something that is reasonable that I can say my hypothesis is supported، ما قلتش proven، supported، or I have to say لا it is not supported by the evidence. ولما اعمل الhypothesis بقى عايزين تفكير عميق عشان ما نغلطش في حكاية الـ assuming of causalities والـ assuming بتاع حاجات كتيرة جدا زي ما قلنا في الحاجات التانية. النورمال كيرف دي بقى فيها كل الحاجات الـ Z scores والـ T scores والـ standard lines ومش كل الكلام ده يخش فيها، ده مش مهم. المهم بس ان هي الكيرف دي تفتكروا حكاية الـ plus or minus 1 2 or 3 standard deviations، انها it doesn't shape doesn't change whether الكيرف مفلطحة قوي او it retains qualities بتاعتها، وانها it is a very important curve هنلاقيها كتير في probability بتاعتنا. It's at the heart of many many of our quantitative analyses in social sciences. ف really يعني يمكن اهم حاجه هي دي نطلع بيها، هي دي اللي هتقابلوها in so many things، هترجع تاني وتالت ورابع هتلاقي في حاجات كتير قوي. Now are the things you didn't understand in this stay happy, don't explode, don't get angry,
ask questions, make sure you understand before we move on, because now we're about to start to apply الكلام ده كله من بكرة. We will start applying الحاجات دي. هنبتدي بال samples والsurveys وننتقل منها إلى الريسيرش ديزاين. بكرة غالبا هنعمل محاضرتين فقط ونعمل أربعة الباقيين زي النهاردة في اليوم الثالث. إن بكرة عايز ناس تقعد يعني فعلا تدعك نفسها في السامبلينج والسيرفيز. ده أساس ده يعني يمكن أكتر حاجة بنستعملها اللي هي السامبلز والسيرفيز. يليها إزاي الواحد يعمل ريسيرش ديزاينز. These two parts are the two pillars. وبعدين اليوم الثالث نخلص بقى المودلز والكونسبتوال والكونتيتيف مودلز وبتاع الحاجات دي كلها والكومبلكستي والكيس ثيوريز وبتاع الفينومينا والتيبنج بوينتس والحاجات دي كلها هتيجي في اليوم الثالث. بس هم الاثنين دول هم الاساس. النهارده بقى الفرشه اللي خدناها دي بدانا بالساينتفك ميثود، مشينا على الميجرمنت وانواع الميجرمنت، انواع السكيلز، انتقلنا من انواع السكيلز على بيلدينج ان اندكس، ووجدنا ان بيلدينج ان اندكس you gain convenience in some ways you lose a lot in other things. وان ما حدش يقدر يستعمل اندكس كده بس، لازم الواحد يرجع يبص فيه كويس. اتكلمنا بعد كده على الكوريليشن والكوزاليتي، شفنا ان all causality requires strong correlation but not all strong correlations result in causality. direction of causality is difficult to derive. افتكر حكاية is it warm teachers that elicit a student response ولا is it responsive students that elicit the warmth of the teacher. Well, it's not so easy to say. And so many other things. نقلنا بعد كده بعد الكوريليشن والكوزاليتي دخلنا على البروبابيليتي. Probability is the number of possible outcomes, the desired outcomes over the total possible number of outcomes. ده بالنسبة لإندبندنت ايفنتس. وجدنا النورمال كيرف هترجع علينا كتير. لاحظنا انه problems when you apply probability does not necessarily result in obvious answers. ان ممكن جدا حاجات تبقى counter intuitive زي البيرثداي problem and how many do you need for the number of birthdays. when you specify the birthday مرة واحدة بتزيد قد ايه عدد that you need. كل الحاجات دي اذا لازم تتحسب، لازم واحد يفهم الكلام ده. الكيرف بتاعنا ده هيبقى موجود معانا في حاجات كتيرة جدا. شفنا ان ال basis of statistics is observing ال difference ما بين ال expectations وال observed، وهو اللي بيعمل ال hypothesis. usually بنعمل ال null hypothesis ان احنا نقول انه there is no difference، انه ال chances of distribution deviations are only random، وبالتالي ان ال hypothesis is supported and that's what we try to prove or disprove. So based on that I'll take whatever questions you have. بس احنا دلوقتي مظبوط 5:45 عشان نقدر نقفل مظبوط على الساعة 5 زي ما وعدت النهاردة. وبكرة بقى التو pillars بتاع الشغل اللي هو هيبقى samples and surveys والresearch designs. These are the heart of the matter. دي كان النهاردة كان كله intro، وبعد كده هيبقى الشيري on the topping يعني. Substance eat and potatoes is tomorrow. Thank you.